الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لأهالي جزيرة سقطرى اليمنية أكثر من 20 طنا من المواد الغذائية والطبية وذلك لتوزيعها على 1700 شخص ضمن خطة المركز التي أعدها من أجل مساعدة سكان سقطرى الله يحفظ سلمان وكل الجناح إن شاء الله يحفظ سلمان عاشت حليمة وهي الآن في العقد السابع من عمرها وحيدة بعيدة عن ظل رجل أو إحساس بالأمومة فقدت عائلتها الصغيرة قبل الكبيرة في اعصار شباله الذي ضرب مدينتها حديبو في جزيره سقطرى اليمنيه قبل عامين وهي غير قادره على ان تعيل نفسها او تعمل لكسب رزقها بسبب الالم امين الله يا رب امراه اخرى متقدمه في العمر ضعيفه مريضه تحتاج الغذاء لا يمكنها التحدث بالعربيه لكنها تعلم اننا قدمنا من اجل مساعدتها واغاثتها ماشي لا راتب ولا أنا معانا ولا حاجه كلنا الايتام معي سته انفر ايتام ماشي معاهم لا ولا حاجه وانا معوقه كل من رحمه من الله ومن عندكم انتم ما قصرتوا فينا احنا فريق من مركز الملك سلمان للاغاثه والعمل الانسانيه قدم الى سقطرى حاملا معه اطنانا غذائيه متنوعه تكفي لاكثر من ألفي شخص من اهالي الجزيره هاني صفيان العربيه محافظه ارخبيل سقطرى ورابعه مستمره وفيها بعض